علاش نبيل رافض انك تشارك في برامج اكتشاف المواهب؟ اش غادي نقول لك، دابا انا كنشوف راسي 13 عام وانا بديت الموسيقى 13 عام وانا بديت الموسيقى، بغيت انا هذيك 13 عام تبين نبيل المهذب، ما بغيتش واحد البرنامج هو اللي يبيني. دونك هذه الفكره ديال حتى الا درتي برنامج ما غاديش يمحيو لك الماضي ديالك الفني، يمكن بالعكس هذه هي كسيري. انا كنحاول ما يعني ماشي ماشي كنقول لا راه ما مزيانش، كتحاول انك تنجح بلاش، نحاول انني ننجح بلا هذوك البرامج. موقفك زيد من هذا النوع ديال البرامج؟ انت عندك موقف؟ نو ممكن شي نهار نشوفوك ممكن علاش The Voice في أربع ايدول في اكسباسيو، ممكن علاش لا، انا ما نكذبش عليك يعني الا جاتني فرصه علاش لا نمشي، ماشي مشكل. لا ماشي فرصه، لا فرصة، ولكن واش انت تقدر يعني تبوستي اللي تدفع ليهم باش علاش شنو يجتني فرصة انني ندفع ويقبلوني؟ فوالا لانني في الاول اول حاجة شنو كدير كتكون عندك فكرة نورمال وعاد شنو المشكل اللي عندي؟ اسمح لي قاطعتك، انا اللون الغنائي اللي كنغني انا صعيب شوية باش تغني في ديك يعني في برامج، لان كتغني بوب راي او الراي يعني نورمالمون خصك تغني اما الطرب بصفة عامة أغنية شرقية أو ليلة كانت شي أغاني مهم يكونوا مفهومة عندهم.